السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح محاضرة الاجريد. في الاساس في المحاضرة دي هنتكلم عن كذا كذا جزء. الجزئين الاساسيين بتوعهم هما الاجريجيشن والفلترينج. فمبدئيا كان من خلال المحاضرات السبعة كنا كان في طرق بنعمل بيها هاندلنج للكومبلكسيتي بتاعت الداتا. اول طريقه كنا ان احنا نعمل درايف، نطلع داتا جديده من خلالها نقدر نحكم عليها، على الداتا ذات نفسها، من الداتا القديمه اللي كانت عندنا. تاني حاجه المانيبيوليت اللي كنا شارحينها قبل كده، هي والفاسيت في محاضره قبل كده. وكنا قايلين ان المانيبيوليت فيها كذا حاجه، ان انت تعمل سيلكت وتشينج اوفر تايم ونافيجيت، وكل ده قلنا عليهم أمثلة يعني مش هنتطرق ليهم تاني دلوقتي. والفاسيت اللي هو باختصار انت بتقسم الفيجواليزيشن بتاعك لكذا جزء، وفي كذا منها في كذا نوع منها. دي كده كانت التلات استراتيجيز القديمة اللي احنا كنا بنتكلم عليها عشان نهندل الكومبلكسيتي. دلوقتي عندنا حاجة جديدة وهي الريديوس. والريديوس ليها كذا نوع، الفلتر والاجريجيت والامبيد. فهنبدأ نشرح كل واحدة دلوقتي يعني، وكل واحدة بتتعمل ازاي والتكنيكس بتاعتها. وهنا ده موقعها في الداشبورد اللي هي بتاعت الجزء بتاع هاو، ودي هتبقى اخر حتة فيها كده، يعتبر دي اخر جزء، الباقي كله اتشرح في المحاضرات اللي قبل كده. في الأساس الجزء ده بتاع reduce متقسم اتنين جزئين أساسيين، هو الفلتر والأجريجيت. الفلتر ممكن يتعمل على الأيتمز اللي هي الصفوف، إن أنت تفلتر يعني مثلا صفوف معينة مثلا بإندكس معين تعمل لهم فلتر وتاخد اللي أنت عايزه بس، أو ممكن بالأتريبيوتس اللي أنت تاخد برضو كولومز، أو تاخد اتريبيوت معينة انت بس عايز تقيسها وفي حاجات تانية مش عايزها فتقوم شايلها منها. دي الفلتر باختصار. الاجريجيت ان انت بتبدأ تدمج ايتمز اللي هي برضو الصفوف، او ان انت تعمل اجريجيت للاتريبيوت اللي هي تبقى الكولومز. هنبدأ ندخل في التفاصيل بقى بتاعتها في الريديوس عامة، ناخد الفلتر ومميزاته وعيوبه والاجريجيت وهكذا. في الاول الفلتر مميزاته ان هو ستريت فورورد، اي حد ممكن يعني يتعامل مع الفلتر ويبقى فاميليار معاه. بنتعامل معاه في الاكسل، بنتعامل معاه في اي موقع بتاع اونلاين شوبينج، فبيبقى فيه الفلترنج، ان انت تعمل فلتر لكذا حاجه بالسعر بالتقييم بكذا حاجه. فموضوع الفلتر مألوف عند ناس كتير، دي كده المميزة بتاعته. العيب ان انت مجرد ما انت بتعمل فلتر فانت بتشيل شوية داتا من قدامك، فانت مش بتبقى شايفها، فبينطبق على المقولة بتاعت out of sight out of mind. فانت ممكن تهمل الجزء ده مثلا وما تاخدوش في الحسبان، فدي كده ممكن تبقى disadvantage في بعض الاوقات. الجزء التاني بتاع الاجريجيشن، فمن مميزاته ان انت بتعمل زي اوفر فيو كده عن الداتا بتاعتك كلها، فبيديك اوفر فيو من شويه داتا صغيره، مش بتحتاج ان انت تمشي في الداتا كلها. في حالات بتبقى الداتا كبيره جدا ممكن تاخد وقت كبير، فده بيوفر حاجه زي دي. العيوب بتاعته ان انت صعب جدا ان انت تعمل تجمع الداتا كلها في الاوفر فيو اللي انت هتعملها دي، لان انت اكيد هتخسر شويه داتا، او ممكن تخسر شويه انسايتس بسيطه او مش موجوده كتير، فانت كده ممكن تخسر حاجات زي دي، فانت بتقعد تفاضل ما بينهم. اخر حاجه بقى اللي هو الجزء بتاع الفلتر والاجريجيت، هما مش يعني مش عكس بعض، فممكن يتعاملوا مع بعض عادي، ممكن يتعاملوا كومباينيشن ويتعاملوا الاتنين في نفس الوقت. دي حاجه. تاني حاجه ان احنا من الجزء اللي قلناه قبل كده اللي هو كان فيه ريديوس والتشينج اللي هي بتاعت المانيبيليت والفاسيت، الاجزاء دي كلها هي مش عكس بعض، ممكن تتعمل برضو في نفس الوقت زي برضو الفلتر والاجريجيت. الحاجات دي كلها بتساعدك ان انت تتعامل مع الداتا، فممكن تعمل كل ده مع بعض، مش لازم كل واحد لوحده خالص يعني.
دلوقتي هناخد بالتفصيل الفلتر. في الفلتر انت بتعمل eliminate اللي بعد الاليمنتس، سواء كانت اتفقنا items او attributes. طب بنعمل الفلتر ده بالنسبة لإيه أو بناء على إيه؟ بيبقى بناء على بنشوف مثلا حاجة function أو حاجة مثلا attribute أو item، بيقسم الداتا مثلا عندنا لتو سيتس. فمثلا تشوف عايز تفلتر مثلا الداتا اللي لو فيها أسامي ناس أو موظفين، تشوف تقسمهم على 2 ميل أو فيميل وهكذا. او ان انت تعمل فانكشن مثلا تشوف الاتريبيوت فاليوز اكبر من او اصغر من رقم معين، تفلتر مثلا انا عايز الموظفين اللي سنهم اكبر من 30 سنة وهكذا. يعني ده مثال عليه الفلترز والكويريز. الاتنين ممكن يكونوا متشابهين شوية، فهنا نوضح الفرق ما بينهم. الكويريز اللي انت بتبدأ ومفيش اي حاجة خالص، انت بتبدأ ومفيش يعتبر داتا، بس بيبقى ليك اكسس للداتابيز يعتبر. فانت بتبدا تعمل سيلكت وتضيف الاتريبيوتس اللي انت عايزها، وانت كنت بادئ زي ما انا قلت لكم بادئين صفر. فبتبدا تعمل تضيف الاليمنتس اللي انت عايزها وتعمل عليها البروسيس اللي انت عايزها. وده بيبقى حلو في ال او كويس في الجزء لو انت عندك الداتا سيت كبيره جدا، فانت عشان تعمل لها اصلا ابلود او تحملها كلها هيبقى تقيل على الماشين او هياخد وقت. فالكويريز دي بتبقى حلوة في الوقت ده. الفلترز انت بتبدأ بالديتا كلها، بيبقى عندك زي التيبل ده كده كله، وتبدأ تفلتره بقى، تاخد منه مثلا عايز اول 3 روز او اول 3 كولومز ايا كان اللي انت عايزه، بتبدأ تفلتر الداتا على حسب ما انت عايز. ودي لو الداتا بتاعتنا صغيرة فبيبقى حلو فيها الفلتر. بيست ابروتش زي ما قلت من شوية بيعتمد على الداتا سيت سايز. ده هنا مثال، اول مثال على الفلتر، فهو ده كده ايديم اسمه فيلم فايندر. هو بيعمل زي فلتر دي هنا على الشمال دي كده اول البداية خالص، فبيبقى فيها الداتا سيت كلها زي ما اتفقنا ان في الفلترز بيبقى موجود عندنا الداتا سيت الاول، بعد كده بنبدأ نعمل فلترز عليها. فهي تقريبا دي كده فيها كل الافلام. ففي على الجنب بقى في بتبدأ تفلتر على حاجات انت عايزها، مثلا الاكتورز، تختار ممثل معين انت عايز تجيب الافلام بتاعته او التايتل، او تجيب الدايركتور، تجيب بقى ريتنجز وحاجات، تقعد تلعب بقى في الفلترز والحاجات دي على حسب ما انت عايز. هنا مثلا في اليمين هو اختار ممثل معين فجاب له الافلام بتاعته كلها، فهكذا. هو ده بيشتغل كده، الايديوم ده بيشتغل كده. فده مثال على الفلتر. وهنا مثال تاني على الفلترنج، الايديوم اسمه كروس فلترنج، والسيستم اللي احنا بنستخدمه هنا دوت اسمه كروس فلتر. نروح عند دلوقتي، بس هو هنا بيعمل فلترنج للايتيمز. مثلا هنا محدد مثلا وقت السفر او الطيران، رحلة الطيران مثلا من اليوم، فمحدد ده في كل معين اللي هو بتاع التايم اوف داي. فبيحدد مثلا عايز يشوف كل الرحلات اللي هي هتبقى ايتمز في الوقت ده. هي الايديوم ده او السيستم ده شغال ان هو مجرد ما بيحرك جزء في اي هيستوجرام بيحرك الباقي معاه. فهو بيقول coordinated views combined، كل حاجه ما بتتحرك بيتحرك مع بعض، والسلايدر هو اللي بيتحكم في كل حاجه. فمثال توضيح هنا بسرعه، هو هنا مثلا لو حددت الارايفل ديلي اللي هي المده اللي اتاخرها فيها مثلا الفلايت، فلو حددنا ان من ساعه او اكتر فهيجيب لي مثلا معظم الوقت اللي بيتاخر فيها الفلايت دي بتبقى متاخر بالليل جدا، الساعه على الساعه 10 12، فالوقت ده بتتاخر فيه الرحلات بنسبه كبيره يعني. بس كل ما تبدا تحرك مثلا هنا تبدا تحرك وتشوف تحت في كل حتة في كل هيستوجرام بتلاقيه بيتغير معاك. عايز تغير من هنا برضو متاح تغير في أي واحدة وهكذا. ده كده يعتبر الكروس فلتر. وهنا برضو نفس الكلام، نفس الايديم اللي كنا بنتكلم عليه قبل كده هو الكروس فلترنج. برضو بنبدأ نحرك السلايدرز وبيتفاعل برضو مع بقية الهيستوجرامز اللي موجودة تحت، فهو نفس الكلام يعتبر.
دلوقتي بقى هنبدأ في الجزء التاني الاجريجيت، ونبدأ نشرح برضو التفاصيل وأمثلة عليه كتير. احنا قلنا باختصار هو نفس الكلام اللي قلناه قبل كده، ان احنا بنعمل ريبريزنتيشن للديتا بتاعتنا بسمولر نمبر اوف ديريفد اتريبيوتس او اليمنتس، ان انت بتبدأ تصغر الديتا بتاعتك علشان تعرف تحكم عليها بسرعة بس، ويبقى عندك ليها اوفر فيو. ويعتبر اشهر مثال واول مثال معانا على الاجريجيشن هو الهيستوجرام. الهيستوجرام هو بيعمل ايتم اجريجيشن برضو. التاسك بتاعته اللي هي بيجيب الديستريبيوشن بتاعت الداتا بتاعتنا، بياخد داتا عبارة عن تيبل عادي جدا. الدرايف داتا اللي هو بيتعملها درايف بقى، هو بياخد الداتا عادي وبعد كده بيعملها درايف، يطلع تيبل تاني جديد عادي، بس التيبل ده بيبقى عبارة عن values او count لاتريبيوت معينة، وعنده بقى القيم بيبدأ يقسمها. مثلا لو عندي اعمار او اوزان فهي بتبقى زي قيمة continuous، فبيبدأ يحولها زي بنز زي ما موجودة كده، بتبقى discrete يعني مثلا من 0 لـ5 بقت عبارة عن بن واحد، فهو كده حولها من continuous لديسكريت. هنتكلم فيها تاني هنا. بس بتبقى هنا الكي اللي احنا بنعمل بيه سيرش بيبقى الكي عبارة عن البنز، يعني كل بن من دي بتبقى عبارة عن كي، والفاليو بتبقى هي الكاونت اللي بيبقى موجودة على الواي اكسس. البن سايز بقى، اول حاجة الباترن ده ممكن يتغير، هو دلوقتي باين ان هو نورمال، فممكن الباترن ده بيتغير على حسب الديسكريتيزيشن. ان انا مثلا هنا عملت حولت من كونتينوس لديسكريت، ان انا عملت كل بن بتبقى السايز بتاعها 5. ممكن لو خليت السايز يبقى 10 الباترن ده يتغير خالص، فالباترن بيختلف على اختلاف السايز اللي انا عامله للبن الواحده. تاني حاجة ان في لو في انتراكشن اصلا ده هيبقى اسهل او يبقى احسن، عشان مش هتهتم قوي بالبين سايز، عشان انت هتبقى ممكن تغير البين سايز بتاعتك براحتك وانت شغال انتراكتيف بقى، هتقعد تحط مثلا تزود تنقص فبراحتك، هتقعد تغير فيها وتشوف كل ديستريبيوشن مع كل سايز. وده مثال تاني بيبين ازاي الهيستوجرام بيشتغل، يعني ورا الكواليس اللي بيحصل. احنا بس في الكودينج بنعمل كود سطر كود هيستوجرام وندخل الداتا بيطلع لنا الشكل ده، بس اللي بيحصل جوه بقى بيبان هنا. في الاول الداتا بتتعمل لها جازرينج التيبل اللي احنا بندخله له، بعد كده هو بيرتب القيم بتاعت الاتريبيوت اللي انا عايز اعملها، اعملها هيستوجرام واشوف الديستريبيوشن بتاعها. بعد ما ترتبت بنبدأ نعمل زي خط اعداد ننزل عليه الداتا اللي احنا اللي هي بتاعت الاتريبيوت. الداتا دي اللي هي الكاونت، احنا كده بننزل الكاونت بتاع الفاليو اللي احنا عايزين نعمل لها فيجواليزيشن. زي ما في المثال يعني مثلا اللي وزنه الحاجة اللي وزنها من 0 لـ5 يبقوا هنا مثلا، من 10 لـ15 واخدة عمود تاني وهكذا. بعد ما عملنا الكاونت وكل واحدة أو كل جزء اتعرف فيه قد ايه، بيبقى هنا كل عمود بيمثل ايتم معين، ايتم واحد بس. يعني لو واخدين بالكم هنا في الانتراكتيف كل واحدة بتطلع مع الـ مع الفاليو بتاعتها او الايتم بتاعها. بعد كده بقى اول ما بتبدأ تنزل في الهيستوجرام، لا البن بتبقى اكتر من ايتم، عشان كده ده الجزء اللي بيحولها من continuous لdiscrete. انت بتعمل aggregation، انت كده عملت هنا في البن الواحدة عملت aggregation وهكذا. بقى بيبدأ ينزل في جزء تاني هنا تحت هيبدأ يورينا. هنا بتبدأ تغير في ال width بتاع البن، فبيوريك ازاي ال distribution بيتغير. كان ال distribution عمال بيتغير كل ما بنغير ال width بتاع البن. بس ده كان مثال، وبرضه يعتبر مثال كويس للستوري تيلينج، ان احنا عملنا زي سكرولي تيلينج كنا شارحينه قبل كده، ان طول ما احنا بننزل احنا بنحكي القصة بتاعت الهيستوجرام عامة.
الهيستوجرام بينز بقى عددها، العدد هو صعب ان انت تحدده، بيبقى ستاندرد على كله، صعب يعني عشان تبقى تطلع بينز عددها كويس صعب. فبيقول لنا نصيحة ان كل ما تقدر تعمل الهيستوجرام يبقى انتراكتيف زي ما كان مثال من شوية، خليه انتراكتيف. هو احسن حاجة بالنسبة للهيستوجرام ان هو يبقى انتراكتيف، وتحدد البنز، تحدد البنز اللي انت عايزها. وفي حاجة تحت كده هنا، يعني من الخبرات وان الناس بتشتغل كتير مع الهيستوجرام، فطلعوا قانونين بيجيب عدد البنز المقترح او اللي ممكن يبقى يعني شغال او يطلع الانسايت اللي احنا عايزينه. عدد البنز ممكن يبقى سكوير روت، نجيب الجذر بتاع عدد الايتمز اللي عندنا، او ان احنا نعمل لوغاريتم للعدد الايتمز بلس 1. فدول كده قانونين ممكن نجيب منهم عدد البنز المقترح. وعندنا تطبيق تاني على الـ انواع الهيستوجرام، هو سنتد ويدجتس. هو باختصار كنوع منه يعني ان احنا مثلا هنا يبقى عندنا سلايدر، السلايدر ده نفضل نحرك فيه، هنا ده بيقف عند قيمة معينة مثلا، فنبدأ نحرك فيه، وفوقيه فوق السلايدر هنلاقي هيستوجرام بيبين الديستريبيوشن بتاع الاتريبيوت دي. مثلا بنبين اتريبيوت زي الايدج مثلا، يكون اللي فوق ده الديستريبيوشن بتاع الايدج بتاع كل الناس اللي عندنا في الداتا. فهنا في مثال عندها في الفيجواليزيشن ده، في مثال عليها اللي هو الجزء ده كله. فكل دول كده زي كأنهم سنتد ويدجتس وفلترز، كلهم بيعملوا فلتر، و مش كفلتر يعني، اللي احنا بناخد جزء من الهيستوجرام، واللي هو الهيستوجرام زي ما متفقين اللي هو مثال على الاجريجيشن. مثال هنا مثلا عامل الهيستوجرام اللي فوق السلايدر هو بيبين الايدج، الديستريبيوشن بتاع الايدج، وهو بيبقى اللي تحت هنا باي سلايدر، مش سلايدر واحد اللي هو يعني السلايدر هو اللي بيقف عند قيمة معينة بس. هنا باي سلايدر اللي هو بيبقى ليه بداية مينيمم وماكسيمم، وده في كل واحد بقى من هنا بيبين الديستريبيوشن بتاع كل اتريبيوت وهكذا. فالميزة بتاعته اللي هو بيستخدم السبيس، بيستخدم السبيس كويس، ان هو حاطط على السلايدر الهيستوجرام. وبرضه هنا مثال زيه، عامل نفس الكلام برضو باي سلايدر، وحاطط نفس الديتا فوق السلايدر. وهنا برضو مثال تاني، هنا بقى تلاقيه شوية انتراكتيف، سواء بيعمل هنا فلترنج من خلال برضو السنتد ويدجتس الويدجتس، عشان هنا برضو هتلاقوا لو هي مبكسلة شوية، بس هنا في سلايدر زي اللي كان موجود قبل كده بيعمل فلترايزيشن للحاجات اللي عندنا دي الاتريبيوتس، وممكن نعمل فلترز في حاجات فوق هنا بيتعمل منها فلتر. وهنا برضو ممكن احدد الرينج اللي انا عايزه واعمل منه بقى اطلع الايتمز اللي انا عايزها. وهنا مثال تاني بس على يعتبر ميكس ما بين الفلتر والانتراكتيف. فاحنا عندنا هنا انتراكتيف ليجند، هو ده يعتبر الليجند بس بنعمل له فلترنج. عندنا ده كده اللور باوند والابر باوند، فهنا يعتبر عندنا الليجند الارقام بتاعت الليجند، وممكن نعملها بالسلايدر اللي هنا، او ان احنا نحول دي نطلع بيها وننزل وهكذا، ونختار الريجن اللي عايزينها كام. يعني مثلا هنا هنا مختارين حوالي أربع فئات، أربع كاتيجوريز، ممكن نزود أو ننقص على حسب ما احنا عايزين. هو هنا موجود بس بلون رصاصي، فممكن ما بانش شوية، بس هنا في التو ليجنز اللي ناقصين اللي هو اللي فوق واللي تحت. فهنا بس الميزة ان هي بتخلي لك الكنترول والفيجوال ديسبلاي الاتنين مع بعض، فبيعمل لك كهو ده يعتبر الديسبلاي والكنترول برضه، انت معاك الفلتر ده بتغيره براحتك. مثال تاني جديد اللي هو البوكس بلوت، ده مثال على الاجريجيشن برضه، ايتم اجريجيشن. نفس التاسك برضه
بنستخدمه عشان نجيب ونعرف ال distribution بتاع الحاجة، بياخد برضو تيبل، بس ال derived data بتختلف عن ال histogram. هنا بنطلع ال data على هيئة 5 quantitative attributes، وهي الميديان اللي هو الخط اللي في النص ده بيبقى الميديان، وفي lower و upper quartile اللي هو هنا تحت يبقى ال first quartile والفوق third quartile. بعد كده ال whiskers اللي في الأول وفي الآخر دي اللي هي المينيمم والماكسيمم، وأي حاجة بعد ال whiskers بتبقى يعتبر outliers، وبتتمثل بتبقى عبارة عن نقطة بره حدود البوكس بلوت. السكيلابيلتي فهو ممكن نعمل عدد لا نهائي من الايتمز ونجيب الديستريبيوشن بتاعها. برضو بيقول هنا ان البوكس بلوت ليه اسم تاني اللي هو البوكس اند ويسكرز بلوت، بيبين الاوتلايرز كبوينتس. هنا بيقول ان هو وحش او مش بيبقى efficient مع ال non normal distributions. هنا ده كده يعتبر normal distribution، فهو كده تمام بيعمل representation لل distribution كويس، ولكن لما نيجي بقى ال data غير مش normal distribution بيبدأ يبين حاجات مش صح أوي عن ال data، ويبقى أوحش أكتر لو bi model أو multi dimension أو multi model. وهنا المقصود ب bi model أو multi model هو ان يبقى عندنا كذا مركز، زي هنا مثلا، هنا في مركز واحد وفي زي ديستريبيوشن واحد. لو في اكتر من واحد يعني هنا نطلع وننزل في كنورمال ديستريبيوشن حتى، فده بيبقى وحش جدا بالنسبة لل للبوكس بلوت، مش بيعرف يعمل فيجواليزيشن للديستريبيوشن ده كويس، فبيبوظ الدنيا. ده مثال بقى على العيوب بتاعة البوكس بلوت، قلنا من شوية ان هو وحش لو الديتا مش نورمال ديستريبيوشن. فاحنا عندنا ده كده نورمال ديستريبيوشن، وده باي موديل، وبعد كده كذا نوع تاني وسكيود وكده، فكل دول بيمثلهم البوكس بلوت اللي تحت، باين ان الاربعة ديستريبيوشنز مختلفين، بس اللي تحت ده هو بيمثلهم كلهم، اللي هو يعني بوكس بلوت بيمثل الاربعة، فبيقول ان الاربعة شبه بعض، وده مش صح. فدي من العيوب بتاعت البوكس بلوت، ان هو سهل جدا ان يبقى misleading ال distribution اللي بيطلعه. فهنا بقى بيجي بلوت تاني اسمه violin بلوت، هو بيبقى عبارة عن بوكس بلوت بس بيبقى زيادة عليه حاجة اللي هي اسمها probability density function. هي باختصار بتبين زي كأنها بتعمل كده على ال بنجيب البوكس بلوت بنحطه جوه ويبقى عليه كده الديستريبيوشن من الجنبين. فجايبين فوق هنا مثال، دي كده الرو داتا والتمثيل بتاعها بالبوكس بلوت والفايولين بلوت، فباين ان كلهم واحد، ودي تمام. ده لو الرو داتا زي كأنها كده نورمال ديستريبيوشن، بس لو هي بقى يعني مش نورمال وفيها كذا اختلافات، فهنلاقي ان البوكس بلوت مثلا بيمثلهم كلهم برضو بنفس البوكس بلوت، بس الفايولين بقى بيعالج النقطة دي بحيث ان هو بيبين الديستريبيوشن بدقة اكبر بكتير يعني. وبرضو يعني ما ننساش، هو لو هنا مش باين علشان صغير، فهنا هو بيبقى جواه بوكس بلوت برضو. وهنا ده الدنستي بلوتس اللي هو كان موجود هنا، هو ده اسمه density plot، واسمه برضو KDE. هو عبارة عن نسخة زي continuous من ال histogram. يعني هو أنا باين هنا إن هو histogram وعليه خط كده ماشي continuous، فهو ده يعتبر ال density plot. وهنا في ال الأسطر دي بيشرح لك بس هو إيه وشوية كلام عنه بس. آخر بس جملة، هو هنا بيقول ان الباندويتس بيأثر على الاستيميت بتاعنا، اللي هو الباندويتس بتاع اللي هو يعتبر الباندويتس بتاع الهيستوجرام. وهنا مثال برضو بيوريك اختلاف الباندويتس بيأثر على الدنست بلوتس ازاي. فهنا
في هنا ليجند، كل واحد ليه الرقم بتاعه بيأثر عليه ازاي وهكذا. وهنا يعتبر مثال انتراكتيف بيوريك ازاي الاختلاف الباندويت بيأثر على ال KDE. فهو هنا مثلا كل ما بيزيد الباندويت كل ما ال KDE بيبقى زي مسطح اكتر، فالكيرفات بتقل. بس هو كل ما بيقل الكيرفات بتزيد جدا، وبالذات في الاول يعني بالذات، يعني هنا الكيرفات كتير جدا، بعد كده بتبدأ تقل تقل. مثلا هنا ممكن نقول في 3 2، بعد كده بيبدأوا كأنها خط ما فيهوش اي كيرفات. فهو الباندويت اختلافه بيأثر على وجود الكيرفات ولا لأ، زي آخر نقطة ما كانت بتقول. وهنا مثال تاني على الاجريجيشن برضو اسمه كونتينوس سكاتر بلوت. هو بيبقى عبارة عن سكاتر بلوت عادي، بس بنحاول ان احنا نعمل برضو ديرايف داتا. فاحنا بنطلع تيبل، التيبل ده بيبقى ناخد منه الكي اتريبيوت، ناخد الاكس والواي بنعملهم كانهم بيكسلز. فنبدأ نعمل كانه سكاتر بلوت، بناخد منه الاكس والواي عادي ونحطها كنقطة في السكاتر بلوت العادي. بعد كده هنا بنعملها بقى بيكسلز ونحط بقى كل واحد بيكسلز على بعض، فبيبقى عندنا زي اوفر بلوت دنسيتي، الجزء مثلا اللي بيبقى فيه زي نقط كتير ايتمز كتير يبقى الدنسيتي بتاعته عالية، فاللون هيبقى بيختلف او بيبقى بيدل على اكتر ان هنا في ايتمز كتير. زي الجزء اللي هنا ده، الجزء الاصفر ده كده بيدل ان هنا في يعتبر ايتمز كتير، وكذلك هنا. فبنعرف الدنسيتي من اللون، بس هنا مثلا ازرق خفيف شويه فنقول ان مفيش ايتمز كفايه علشان اللون. الكالر اللي مستخدم هنا برضو نوع سيكوينشال كاتيجوريكال من اللي احنا خدناه من المحاضره اللي فاتت، وبرضو بيتعامل او بيستخدم اللومينانس عشان يخليها اوردرد مثلا في الـ كالر ماب اللي استخدمناه. السكيلابيليتي هنا مفيش حدود للاوفر بلوتينج، يعني غير السكاتر بلوت. السكاتر بلوت لو كان عدينا مثلا مرحلة معينة مش هنعرف نشوف الديتا، بس هنا عادي طالما كل ما بيبقى بيزيد الاوفر بلوتينج بيزيد درجة اللون، يبقى مش هنقلق من موضوع الاوفر بلوتينج. فممكن يستحمل مثلا مليونز من الايتمز اللي موجودة في البلوت. وده مثال تاني اسمه على السبيشال اجريجيشن. في مشكله اسمها موديفايبل اريا يونت. المشكله دي باختصار ان هي ما بتبقى الخريطه متقسمه بشكل بحيث ان هي تبقى مسليدنج، بتوصل حاجات مش صح، او بتحاول تضلل الاراء علشان يبقى في مثلا لو في انتخابات او في حاجه كده. فيبقى في مثال قدام عن الانتخابات دلوقتي، بس هو دلوقتي في الجزء ده بيقول ان تغيير الحدود الباوندري، زي هنا مثلا كانت الزون كانت مربعة، بعد كده نبدأ نغيرها، بعد كده بنصغرها اكتر شوية ونصغرها بعد كده. فهو بيقول هنا ان التشينجينج بتاع الباوندريز، الحدود دي لما بتتغير بتأثر على الريجنز وبتطلع ريزلت مختلفة. يعني هنا في الاول او هنا مختلف عن هنا، هنا التقسيمة بقت زي فيها شوية بالانس، هنا كانت تحس ان كلهم متركزين في حتتين، على العكس هو هنا مش متركزين في حتة، هو متقسمة يعتبر كل الأجزاء زي بعض. السكيل افكتس الاتنين دول خريطتين لنفس الستيت، هي انديانا بس دي على سكيل عالي ودي على سكيل أقل. فمن هنا مثلا هيبان ان كل الأزرق ده كلهم نفس الـ التعداد السكاني، انما على لو هنبص هنا مثلا هنلاقي مثلا لا مش شبه بعض خالص. فبتزيد الاكيرسي لما بنزود السكيل اللي احنا بنقرب بيه او بنعمل بيه فيجواليزيشن عامه. فاختلاف السكيل بيؤدي برضو لاختلاف الريزلت بتاعت الماب، اختلاف كبير ما بين الاتنين مع انها نفس الداتا. وبرضو اختلاف هنا الباوندريز هو غيرناه علشان نغير السكيل برضو. هي دي المشكلة اللي كنت بقول لكم عليها، اسمها جيريماندرينج. المشكلة بتتلخص كالتالي، احنا عندنا دلوقتي زي مقاطعة
كان فيها انتخابات، فالأصوات جت كده 40% ريد و60% بلو، فمتقسمين كالتالي، هي دي كده المقاطعة. بس في بقى كذا طريقة ان احنا نقسم الحاجات الداتا دي علشان نحكم الحزب، مثلا الأحمر هياخد كام مقعد او هيكسب بنسبة كام، والأزرق بنسبة كام. فعندنا كذا representation، الأول هو الأحسن واحد، هو يعتبر الأكفأ، إن احنا بنقسمهم بناخد بالكولوم. فلو أخدنا بالكولومز هيبقوا فيه 3 للبلو وفيه 2 للريد. بعد كده هيبقى في representation تاني، وهو هيبقى إن احنا ناخدهم يعني بالعرض بالرو، بس ناخد 2 رو مع بعض. فلو مشينا كده الريد مش هياخد ولا مكان، او مش هيبقى ليه اي نسبة. فده كده كومباكت كومباكت، يعني اللي هو تمام. احنا لو شوفنا ده كده ممكن نقول توزيع تمام، بس هو unfair. اللي جاية دي بقى ولا هي فير ولا كومباكت، لان هو باين ان هو بيقسمها يعني على مزاج واحد علشان يوصل لنتيجة هو عايزها، يعني في الاخر خلى الريد هو اللي يكسب، على حين اصلا في الداتا الاصليه الريد اقل من البلو بكتير. وهنا برضو مثال تاني على التلاعب، ان هي دي كده يعتبر خريطه للي هما ما عندهمش احزاب، فكانت 11 اللي هما مع ترامب وكلينتون 7. بعد كده بدات يعني عدلوا في الماب اللي هي الكرنت ماب، يعني بعد تعديل بسيط هم عملوه بقى 12 بتاعت ترامب و6 بتوع كلينتون. فبيقولوا ان هم لو عايزين كمان يوصلوا في التلاعب لأقصى الحدود، فممكن يوصلوا ان هم يعرفوا من خلال تقسيم، يعملوا سكيل يعني يصغروه اكتر ويقسموا الستيتس اكتر، هيبقى كلينتون 3 وترامب 15. فهنا كان عندنا مثال الخريطة للولاية في 2 سنتين، 16 2016 2018. فدي كانت قبل التعديل، ودي بعد ما تعدلت. فهنا لما كانت النسبة حوالي 56 84، فلقينا ان يعتبر النسبة قريبة من بعض، بس لقوا ان 13 من المقاعد راحت للفريق اللي هو الاحمر، على العكس راحوا 5 بس للأزرق، مع إن النسبة قريبة جدا. فبعد التعديل كانت النسبة بقى 55 للأزرق و 45 للحزب اللي هو الأحمر، بس النسبة كانت متقسمة يعتبر بالتساوي، 9 مقاعد لدول و9 لدول. ده بعد تعديل الماب، علشان كان فيها تلاعب بالموضوع اللي قلنا عليه من شوية، إن احنا بنغير في السكيل علشان نجيب عدد مقاعد معين او عدد اصوات معين. دلوقتي هندخل في موضوع تاني، هو الكلاسترنج. الكلاسترنج عندنا هنا مثال على الدايناميك اجريجيشن اكتر، اللي فات كان كله انواع ستاتيك اجريجيشن، كل الايديمز اللي شرحناها كانت معظمها ستاتيك. فدلوقتي الكلاسترنج عندنا مثال، وهناخد عليه شوية ايديمز للدايناميك اجريجيشن. في الاول الكلاسترنج هو يعتبر زي كلاسيفيكيشن كده بتاعت للايتيمز، هنحطها في بنز متشابهه او جروبس متشابهه. طيب بيتعمل ازاي او بناء على ايه؟ في 3 حاجات بنعمل عليها كلاسترنج. اول حاجه السيميلاريتي ميجر، كنا واخدين برضو حاجات زي اللي هي الاكليديان ديستنس والبيرسون كوريليشن، فدي حاجات يعتبر اكتر في الماشين ليرنينج، وكنا واخدينها برضو في الديتا مايننج، بس مش هنتطرق لها، بس هي دي الحاجات بس عايزين نعرفها دلوقتي، هي السيميلاريتي ميجر. وتاني حاجة اللي هي البارتيشننج الجوريزمز، زي الكي مينز اللي احنا بنقسمها لكي جروبس، بتعملها بقى احنا بنحدد الكي دي مانيوالي او اوتوماتيكلي. تالت واحد هو الهيراريكال الجوريزم، زي الدندوجرام برضو كنا واخدينه قبل كده، وهي بتبقى عاملة زي سيميلاريتي تري كده. هي باختصار هي بتبدأ بنود، بعد كده كل نود بتبقى عبارة عن ان هي مثلا
الكلاستر بتاعها لوحده، بعد كده بتبدأ يتعمل لها ميرجنج ويبدأ يتعمل زي اجريجيشن كده، لغاية مثلا ما يتبقى في الآخر 2 كلاسترز او 3 كلاسترز على حسب، وبرضه هيبقى فيه مثال قدام عليها. بس النقطة الأخيرة دي بنقول إن في الكلاستر هيراركي هي كانت، أو الكلاسترنج عامة، مثال على الديناميك أجريجيشن، وإن في الجروبس بعد ما يتعمل لها كلاسترنج بتبقى الديتا هوموجينيوس أكتر، غير إنها تكون في الديتا سيت كلها مع بعض. فده بيدي معنى للستاتستيكال ميجرز والديستريبيوشن، غير إن احنا نعمل برضو على الديتا سيت كلها. فعندنا هنا مثال، أول مثال على الكلاسترنج. عندنا هنا الداتا عباره عن نتورك، النتورك دي بنبدا ناخدها ونعمل لها كلاسترنج، هيبقى هيراركي كلاسترنج. فالفيجوال انكودنج هنا بتبقى الكونكشن ماركس، اللي هي دي بتبقى دي للنتورك لينكس اللي بتربط النودز ببعض، والكونتينمنت اللي هي الحاجات اللي هنا دي، الدوائر اللي بتحتوي جواها زي نود اكتر او كلاسترز اكتر، دي اسمها الكونتينمنت ماركس، بتمثل الهيراركي. والبوينتس دي اللي هي بتبقى بتمثل النودز في النتورك عامه. فباختصار الموضوع ده كله بيتعمل دايناميكلي انتر اكشن، انت بتختار مثلا، هو بعد ما بيتعمل ان الهيراركي كلها، يعني احنا عندنا دي نفس النتورك هنا، بدأنا نجمعها، كل كلاستر بيبقى لوحده في دايرة، فالكلاستر ده كده يعتبر، عشان هو كلاستر لوحده فيتعمل في دايرة، والاتنين دول وهكذا، فبدأوا يتعملوا كل واحد في دايرة، ولو الاتنين مثلا دول بينتموا لكلاستر أكبر فنعمل لهم دايرة هما كمان، فكل دايرة بتمثل كلاستر معين. فهو الجزء الانتراكشن اللي فيه ان احنا مثلا لو عايزين نعمل اكسباند، او ان احنا نركز على الكلاستر ده نضغط عليه فيقوم موضحه اكتر وعامل زوم عليه، وده كده ريبريزنتيشن تاني للنتورك دي، بس ما فيهاش الكونتينمنت ماركس، هي بتبقى عبارة عن زي تري. فبس هو ده اول مثال على الكلاسترنج. المثال التاني على الـ hierarchical clustering، هو ده كده بيبقى ظاهر عندنا، هو ده الدندوجرام. فمثلا في هنا بيبقى في clusters مش واضحة عندنا أو مش باينة، واحنا عايزين نعرف أكتر عنها، فاحنا ممكن نعمل فيها عليها زوم مثلا على الأجزاء اللي احنا عايزينها، ونبدأ نوضحها أكبر، زي ما في الصورة اللي تحت هنا بدأت الـ clusters اللي تحت تبان أكبر أكتر، ويبان الألوان بتاعتها. فالجزء الانتراكشن او الديناميك اللي هنا ان احنا بنبدأ نكبر او نوضح الجزء بتاع الكلاسترز اللي احنا عايزين مثلا نشوفه. وهنا المثال الاخير على الهيراركال، في اسمه الهيراركال بارالل كوردينتس. كنا واخدين قبل كده البلوت ده هو بتاع البارالل كوردينتس، فهنا ده بيبقى دايناميك ايتم اجريجيشن. الانكودنج بتاعه هو مثلا بيبقى فيه كذا هيراركي، زي ما احنا شفنا قبل كده، ان في مثلا في الاول زي كلاستر شامل كله زي ليفل، فهو متقسم اكتر لليفلز. فمثلا احنا هنا في البلوت الاول ده مبينين اول ليفل خالص اللي هو بيضم الداتا كلها. فالحاجات اللي فيه بقى اللي هي الكلاسترنج، الباند، الفاريبل ترانسبيرنسي، الجزء بتاع الفاريبل ترانسبيرنسي بيبين النطاق بتاع الكلاستر بتاعي. فهنا النطاق بتاع الكلاستر بتاعي اللي هو مثلا بنقوله في ليفل 1، ماشي كده، اللي هو من اخر حته فيها لون لغايه تحت. فدي كده اول حاجه ده اللي بتدل عليها، اللاين اللي بيبقى في النص، بيبقى فيه كده في كل واحد لاين واضح، اللاين ده بيعبر عن المين بتاع الكلاستر كله. والويتس بقى بيبين المينيمم والماكسيمم، يعني هنا بيبقى فوق المينيمم، فوق الماكسيمم، وتحت المينيمم الفاليوز بتاعتها. فهنا عندي اول ليفل، بعد كده مثلا عايز ابين كلاسترز اكبر تبقى تحت الليفل ده، فببدا ابين مثلا عدد كلاسترز اكتر، مثلا 6 او 5، فكده زودنا عدد الكلاسترز، فهيبقى نفس التطبيق، نفس الحاجات اللي شرحناها هنا هتتطبق على الكلاسترز الموجودة، ان كل واحدة هيبقى ليها خط والترانسبيرنسي بتاعتها والمين وهكذا. فهنا بقى كنا جايبين يعتبر 6 مثلا او 5، هنا حاولوا يجيبوا الداتا كلها ونعمل الكلاسترز الموجودة في الداتا كلها،
بس طبعا مش باينة بسبب ان الكلاسترز كتير فعملوا تداخل في بعض، فمش هنعرف نفهم منها اي حاجة. فيعني ده زي دليل عملي ان احنا ما نزودش اكتر مثلا من 6 كلاسترز عشان نبدأ يكون ليه فايدة ونعرف نستفيد من البارلل كوردنتس ونفهم الهيراركل بتاعتها. دلوقتي هنشرح حاجة تانية هي الدايمنشناليتي ريدكشن. الجزء اللي فات كله كنا بنشوف الاجريجيشن بتاع الايتيمز، فلما نيجي نعمل اجريجيشن للاتريبيوتس فده بيبقى اسمه دايمنشناليتي ريدكشن. اهو هنا موجود عندنا ان الدايمنشناليتي ريدكشن بيبقى اتريبيوت اجريجيشن. هو ببساطة بيعمل ان هو بيجيب داتا مثلا يبقى فيها هاي دايمنشنال، فيها دايمنشنز كتير، ويبدأ يعمل لها ريدكشن ويقللها لغاية مثلا ما تبقى عدد دايمنشنز قليل، مثلا نعرف ان احنا نعمل له فيجواليزيشن زي 2D او 3D مثلا. فهو بيعمل كده ازاي؟ ان هو بياخد الفارينس الاكبر او الاكتر واقل ايرور. الايرور هنا اللي هو معناه ان احنا بناخد مثلا معظم الديتا او معظم الحاجات المهمة في الداتا علشان لما نيجي نعمل لها ريبريزنتيشن وهي معمول لها ريدكشن ما يكونش ضايع منها اجزاء كبيرة. وبنستخدم الدايمنشناليتي ريدكشن لما ما نبقاش عارفين نقيس الحاجات اللي احنا مهتمين بيها، او بسبب الدايمنشنز الكتير انا مش عارف اوصل للحاجة. مثلا الحاجة اللي انا بقيسها بتعتمد على كذا اتريبيوت، فمثلا التومر مانجمنت ميجرمنت دي الديتا بتاعتها بتعتمد مثلا ان انا عايز احدد التومر دوت مالجننت ولا بناين. فده بيعتمد على كذا عامل، مثلا 9 عوامل. فالديتا بتاعتنا اللي هي الاصلية 9D، فكتير جدا ومش هعرف ان انا اقيس الحاجة اللي انا عايز اقيسها اللي هو اذا كان هو خبيث او حميد، فمش هعرف اقيس الحاجات دي كلها وهي 9 دايمنشنز. فهو معملها دايمنشناليتي ريدكشن لغايه ما توصل ل 2D في التارجت سبيس اللي انا اعرف اعمل لها فيها فيجواليزيشن، زي هنا مثلا معمول سكاتر بلوت، فابدا اعمل عليها بقى فيجواليزيشن واشوف الجزء المالجننت والبناين واشوف اقدر احكم بقى. فالجزء ده كده معمول له اجريجيشن للتسع مثلا عوامل اللي بتاثر على حكمي مثلا على نوع التومر ده. فهي دي فايدة الـ Dimensionality Reduction اللي هي بتحاول تجمع لي كل العوامل في حاجة واحدة. ومثال تاني على الـ Dimensionality Reduction، بس هنا مثال أكتر على الـ Documents. فمثلا يبقى عندي مثلا Document فيها الـ Dimensions كتير اللي هي الـ Columns، والـ Columns هنا بتبقى عبارة عن زي كلمات أو مثلا الـ Topic بتاع الـ Document دي إيه. فاحنا بنبدأ نبقى عايزين نعمل زي دايمنشناليتي ريدكشن بحيث ان احنا نقلل عدد الكلمات واللي ملهاش لازمه. الجزء كله كده تبع الديتا مايننج برضو، بنقلل الكلمات اللي ملهاش لازمه، بناخد بس الكلمات الداله على التوبيك اكتر ونسيبها هي الدايمنشنز. فاحنا بنبدا نقلل الدايمنشنز اللي هي عدد الكولومز. فهنا اللي بيدخل لنا كانبوت بيدخل لنا هاي دايمنشنال داتا اللي هي فيها كل الكولومز اللي عبارة عن كلمات، وبنطلع 2 دايمنشن داتا اللي هي عبارة عن بس التوبكس الأساسية في الدوكيمنتس دي. وهنا بقى هنلاقي في كل واحدة في جزء مثلا وات واي وساعات هيبقى فيها. فالجزء ده كله من جزء قديم، هنا مثلا كان الجزء بتاع واي، وفي المحاضرة دي في الأول كان الجزء بتاع هاو، ووات كان في تاني محاضرة برضو تقريبا أو أول محاضرة مش فاكر. بس هو يعني كلام قديم والكلام ده كله كان مشروح. فمثلا هنا واي اللي هي علشان نعمل نبروديوس ديتا جديدة ونديرايف برضو. ف لو بصينا هنا هنلاقيها تبع الاناليز، فتبدأ تلاقي تحتيها بروديوس، وهتلاقي برضو هتلاقي برضو الديرايف. فهي كل الحاجات هتبقى موجودة هنا، مش حاجات جديدة وحاجات مشروحة قبل كده، فبس تفتكروها. فبس في التاسك التانية بقى هنبدأ بعد ما عملنا dimensionality reduction نبدأ نعمل ان احنا نطلع بقى نعمل لها زي
ريبريزنتيشن على مثلا سكاتر بلوت، وبرضه نحطها في كلاسترز، نجمع كده البوينتس المتشابهه مع بعض او الكلمات اللي هتلاقيها متشابهه مع بعض تبع توبيك معين تبقى في كلاستر معين. والحاجات دي بقى بتاعت واي وهاو، هنتعامل الحاجات دي ازاي، والحاجات دي برضو مشروحه. بعد كده بعد ما يبقى عندنا الكلاستر ومتقسم، السكاتر بلوت متقسم لكلاسترز، هنبدأ نعمل زي ليبلز على كل كلاستر، نسمي مثلا كل كلاستر بالتوبيك بتاعه وهكذا. بس هو باختصار ده الجزء بتاع الدايمنشناليتي على مثال على الدوكيمنتس. ونصيحة كده من رأيي، يعني هو هيهتم جدا مثلا في الامتحان بجزء زي الداشبورد اللي بتتعمل هنا بتاعت الواي والوات والهاو، لأن هي بتبقى يعني شاملة أجزاء كتير، فممكن يجي يسأل عليها. مش قصدي كالصفحة دي بالذات، لأ، كل التوبكس اللي بتبقى موجودة في الداشبورد دي، فممكن اهتموا بيها شوية. هنا بقى مثال أو سؤال، ليه احنا بنحتاج ال dimensionality reduction في الالجوريزمز؟ احنا بنحتاجها علشان نزود البرفورمانس بتاع الالجوريزم بعيدا عن الكيرس بتاعت الدايمنشناليتي. في الديتا اناليسز ان احنا بنحتاج نعمل دايمنشناليتي ريدكشن عشان نعرف اصلا نعمل فيجواليزيشن للديتا اناليسز بروسيس، طول البروسيس اللي احنا بنعملها، فبنحتاج نعمل فيجواليزيشن، فنحتاج برضو الديتا تكون قابلة ان هي نتعمل لها فيجوالز. في الدايمنشناليتي ريدكشن بيبقى عندنا نوعين من الابستراكت تاسكس، ان احنا يبقى عندنا دايمنشن اورينتد تاسكس وكلاستر اورينتد تاسكس. كل واحد بيبقى بيهتم بحاجه اكتر. في الدايمنشن اورينتد بيهتم ان هو يسمي او يعمل مابنج للدايمنشنز بالنسبه للاوريجينال دايمنشنز، والكلاستر بيعمل فيريفاينج للكلاسترز، هل في كلاسترز فعلا ولا لا، وبيعمل بيسميها وبيعمل ماتشنج برضو للكلاسترز مع بعض، هل هم قريبين من بعض ولا لا، وهكذا. هنا ده مثال على dimension oriented tasks. فهنا كانت الديتا عبارة عن صور او بيكسلز، فتعمل لها زي dimensional reduction لغاية ما وصلت لغاية 2D array، تعمل لها representation على scatter plots بالبوينتس. فهي هنا ده المثال بتاعها، بس هو هنا عمل بس naming لل dimensions، فمثلا خلى هنا في اسم على ال y axis وال x axis، يعني خلى هنا على ال x axis ان هو يبص مثلا عايز يبص عليه من اليمين او من الشمال على اختلاف الوضع، وهكذا برضو هنا، بس بيبص على الصورة مثلا من فوق او من تحت، فكل dimension بيدل على حاجة معينة. زي السلايدر اللي بيبقى تحت ده بيبين قد ايه فيه زي اضاءة او الاتجاه بتاع الاضاءة. هنا مثال تاني برضو بيبقى representation للرقم اللي هو رقم 2، بس باختلاف الكتابة بتاعته. في مثلا هنا كل ما تمشي في ال x axis بيبقى bottom loop، ال bottom loop بتزيد، يعني هنا لو هنا في الأول خالص فهنا ما فيش bottom loop، لو في الآخر هتلاقي إن فعلا هنا ال loop باينة جدا، وهكذا. برضو هنا في ال y axis بيبقى بال top arc اللي هي برضو زي بتبان قوي هنا الحتة دي، هنا بيبقى فيه لوب برضو، والارك هنا في الحتة اللي هي زي في الحرف في الرقم من فوق كده، هي دي القصد بتاعها. ده مثال تاني على الكلاستر اورينتد تاسكس، ان احنا عملنا دايمنشناليتي ريدكشن علشان نشوف في فعلا كلاسترز ولا لا. فهنا في المثال ده مثلا ما كانش فيه كلاسترز، هنا في الكلاسترز واضحة اكتر، في كلاسترز بس احنا مش عارفين هما فعلا بيماتش بعض ولا لا. هنا بيبين ان هما بيماتش كل كلاستر والتانية، ومتجمعين كلهم في نقطة معينة، هنا جزئيا بيبقى في بينهم ماتش، هنا كلهم يعني كل كلاستر مثلا او كل كلاس بيبقى اللون بتاعه متشابه، بس هما متباعدين عن بعض، فما فيش كده ماتش ما بين الكلاستر والكلاس. بس ده كده كان مثال على الكلاستر اورينتد تاسكس. وعندنا انواع للدايمنشنال ريدكشن، ففي منها اللينير دايمنشنال ريدكشن، عندنا مثال عليها البي سي اي، البرنسبل كومبوننت اناليسيس. هو باختصار بيعمل ان هو بيعمل دايمنشنال ريدكشن لللينير داتا، وبيجيب بيعملها زي على 2 اكسس كده.
بيخلي ال most variance او ال data معظم ال data على variance على axis معين، هو ده اللي بيبقى عليه ال variance الاكتر، وبيبقى هو دوت الاكسس الرئيسي. وبعد كده في سكند اكسس اللي هو ده بيبقى اصغر شويه، بيبقى عليه السكند موست فاريانسز او السكند موست داتا. فهو بس بيعمل زي ديسكرايب للوكيشن بتاع كل نقطه في لينير كومباينيشن بين ما بين التو اكسس دول، وبيبقى فيه عليها ويت. النوع التاني هو النون لينير دايمنشنال ريدكشن. المميزات بتاعته ان هو ممكن يهندل لو الداتا فيها كيرفات يعني مش لينير، فممكن يهندل الموضوع ده. بس العيوب بتاعته ان هو بيفقد كل الروابط بتاعه الداتا بعد ما يتعمل لها ريدكشن عن قبل كده، مش بيعرفوا يربطوا ما بينهم، او ان انت تعرف ترجع يعني من او تريليت من الداتا اللي انت عملتها ريدكشن للاوريجينال داتا. فعندنا تكنيكس مختلفة بيتم استخدامها أكتر في الـ Visualization والـ Machine Learning والـ Optimization. التكنيكس عندنا كذا نوع، فعندنا نوعين أساسيين أو يعتبر مميزين هنا، الـ TSNE ممتازة للـ Clusters، والـ MDS الـ Multi Dimensional Scaling بتبقى بتستخدم للـ Linear والـ Non-Linear. الجزء ده بتاع الـ Non-Linear Dimensional Reduction Techniques هو مش علينا قوي، ومش مش متعمقة في الموضوع، بس هو المفروض مثلا اللي انا فهمته ان احنا المفروض نعرف اساميهم وكل واحد بس مميز فيه. هو المفروض الموضوع اوسع من كده بكتير، بس هو ده الجزء اللي علينا من الموضوع بس. فعندنا هنا مثال لكل تكنيك منهم. فال ام دي اس المثال بتاعه، والتي اس ان اي واليو ام اي بي. بس هنا في جزء بتاع ال TSNE وال UMAB الاتنين بيستخدموا لل cluster structure. يعني هنا باين ال أكتر اتنين واضح فيهم ال clusters هو ال two techniques دول. فبس هو يعتبر ده أكتر حاجة المفروض نعرفها في السلايد دي، عشان احنا مش هنتعمق فيها. بس لو عايزين تعرفوا أكتر عن كل واحد بيشتغل ازاي، أول لينك ده بيوضح كل واحد، بس هو بيجيب الألجوريزم من الأول وهو بيشتغل يعني، فهيطول شوية. هنا في مثال او تجربة بتوضح الفرق بين النون لينير واللينير دايمنشنال ريدكشن في الـ في الفيجوال داتا اناليسيس. اول حاجة في المثال هنا في الكمبيوتر جرافيكس بيشوف الريفلكتنس موديل، بيشوف يعني بيعدي الجزء ده اللي هو بيعمل اضاءة، بيعدي بقى على اجزاء مختلفة من الجزء اللي احنا عايزين نشوف الضوء اللي بينعكس منه. فبنبدأ نعمل كذا صورة منه ونشوف الضوء المرتد منه قد ايه وهكذا. فالهدف ان احنا بنشوف الضوء الممتد من الماتيريال دي قد ايه، علشان نعمل منه زي صورة واقعية شوية او بتريليت للصورة الأساسية بتاعته. فنتج عن التجربة اللي فاتت دي، نتج عنها حوالي 104 صورة، يعني هاي ريزوليوشن، الريزوليوشن بتاعتها عالية جدا. كل صورة منها حوالي 4 مليون بكسل. فكان الهدف من التجربة دي كلها ان احنا نجيب التركيب بتاع الصورة علشان نبدأ ان احنا نعمل زي صورة ليها، او حاجة بتعكس الطبيعة بتاعت الصورة والماتيريال بتاعتها. فهينتج عندنا ان احنا عندنا مثلا 104 صورة لكذا ماتيريال مختلفة، والصورة الواحدة 4 مليون بكسل، في حوالي 400 مليون دايمنشن، فكتير جدا طبعا. فاحنا هنستخدم هنا الدايمنشناليتي ريدكشن علشان نعرف نتعامل اصلا مع الداتا دي ونطلع زي رياليستيك بيكتشر من الماتيريال دي كلها. فلما جينا نستخدم عليها اللينير دايمنشناليتي ريدكشن اللي هو البي سي اي مثلا، فلقينا مثلا هنا ان الايرورز بتبقى قليله جدا بعد ال 45 دايمنشن، فتمام يعني جينا نستخدم عليها او نشتغل عليها. بس هنا في مشكله ان ال فيزيكلي لما نيجي نعمل حاجه اصلا صعب جدا او استحاله ان احنا نلاقي فيها هولز كده ونقط مضيئه وخلاص، هو مش هو دوت الحاجه اللي احنا هنعمل لها الماتيريال بتاعتها وهكذا. فطلع ان البي سي اي مش بيهايلايت
يعني الايدجز كلها، لا هو بس عمل هولز كده في النص، مع انه يعني الايرور المفروض ما كانش كبير، بس هو في الاخر ما عرفش كلينير دايمنشنال ريدكشن، ما عرفش يجيب كل التفاصيل بتاعت الصورة بتاعتنا عشان احنا نعرف نعمل لها زي الرياليستيك ون. هنا استخدمنا نان لينير دايمنشنال ريدكشن تكنيك اللي هو كان التشارتنج. فلما جينا بنبص على التشارت بتاع الايرور، فلقيناه من اول 10 دايمنشن لغايه انت طالع بقى لغايه 15. فمن 10 ل 15 دايمنشنز ده يعتبر كويس بالنسبه للايرور برضو. وفي ملاحظه كده، الدايمنشنز بتعتمد على التكنيك اللي انت بتستخدمه، يعني التكنيك هو اللي بيحدد لك تستخدم كام دايمنشن علشان تعرف تطلع الديتا او التفاصيل المهمه اللي انت هتحتاجها. بعد بقى ما عملنا على ال non linear dimensional reduction، هيطلع لنا بقى عندنا dimensions احنا اللي عاملينها او هي اللي ناتجة من ال dimensional reduction. فبنبدأ نبحث فيها بقى عن المعاني. ففيها اول حاجة ما بيبقاش اصلا الالجوريزم مش بيسمي ال axes دي يعني الليبل بتاعها ايه، هو الانسان بس هو بيبدأ بقى يسمي كل واحدة، بيعرف يسميها من مثلا هنا كل نقطة بتمثل زي ماتيريال معينة أو صورة معينة، فبيبدأ يشوف كل نقطة بتدل على ايه، أو هي النقطة دي ايه أصلا، ويشوف لو الأكسس ليها معنى ولا لأ. فمثلا هنا لقينا إن الواي أكسس بيبين قد ايه مثلا الماتيريال دي بتلمع أو براقة، فعرفنا نعمل دلالات عليها لكل الماتيريال اللي موجودة هنا. فبس هي بتعتمد على الإنسان إن هو يبدأ يسمي كل أكسس منهم وفي دلالات ولا لأ وهكذا. وهنا عندنا برضو الدلالات بتاعت الأرز، كل سهم منهم بيبين الإيمجز اللي هي تعملها سيميوليشن من الموديل بتاعنا. فهنا الدايمنشنز هنا كل واحدة بتبين الانتشار، يعني هنا في الاكس اكسس بيبين الانتشار، فبين مثلا السهم ده كده رايح اللي هو الصف الرابع مثلا، فهنا لما اتعمل له شفنا الصور بتاعته فبين ان هو او درجة اللمعان مثلا بتقل شوية بسبب ان هو بيطلع لفوق اكتر. وزي ما قلنا هنا الواي اكسس اللي هو بتاع درجة اللمعان او اللي هو براق او كده. وعندنا هنا برضو دايمنشنز تانية، فاحنا كنا متفقين ان هو تقريبا من 10 ل 15 دايمنشن، فبنبدأ بقى نجمع معظم الدايمنشنز ونشوف ليها دلالات ولا لا. هنا مثلا السبيكولار والميتاليك، يعني مثلا هنا الميتاليك كل ما بتمشي اكتر كل ما بيكون العنصر ميتاليك اكتر، فمثلا شايفين ان اكتر واحد هو الكروم، هنا الديفوسنس والجلوسنس اللي هو اللمعان والانتشار برضو، فهنلاقي فيه اكتر واحد عنده لمعان هو النيكل. فكل هنا يعني دايمنشن او كل اكسس بيبقى ليه دلالات، احنا بقى بنبدأ نعرفها بعد ما الموديل بيخلص الدايمنشنز اللي هو عملها. بيبدأ الانسان يشوف كل نقطة مثلا دي الماتيريال بتاعها ايه، وتشوف درجة مثلا الانتشار بتاعتها او اللمعان بتاعتها او الميتاليك، فنشوف هل فعلا في الواي اكسس والاكس اكسس ليها دلالات ولا لا. ومن هنا بقى بنبدأ نطلع الحاجات اللي هي زي ما احنا شايفين كده، ونشوف الدلالات اللي احنا عملناها كده. احنا يعتبر خلصنا الاجريجيشن، فكده خلصنا الفلتر والاجريجيشن. في بقى جزء ثالث وهو الامبيد. الامبيد هو اللي احنا بنجمع الاثنين الفلتر والاجريجيشن، بنبدأ نستخدم الاثنين مع بعض، وهنشوف أمثلة على ده دلوقتي ازاي. فاحنا عندنا في الامبيدنج عامه بنعمل فوكس زي اللي هو ان احنا بنعمل فلترنج واجريجيشن الاثنين مع بعض، بنعمل كومبينيشن. زي مثلا هنا عملنا فلترنج مثلا، اخترنا الجزء ده وعملنا ليه اجريجيشن، جمعنا كل المعلومات بتاعته. فالامبيد ليه 3 انواع، هو الالايد والسوبر امبوز لاير والديستورت جيومتري. عندنا في الالايد بنختار نعمل فلتر واجريجيشن على انهي جزء معين، بنختار في الالايد احنا اللي بنختار. في السوبر امبوز لاير احنا بنحط بس 2 لايرز على بعض، بتكون مثلا بتعمل مثلا
اللاير لما بتحط على لاير تانية مثلا بتعمل لنا زي اجريجيشن للموضوع كله. الديستورت ديزاين تشويسز، بنبدأ نحدد ريجن او شيب معين سواء راديال او ريكتلينير او كومبلكس. بنحدد الريجن دي ممكن تكون واحدة او اكتر، ونبدأ في الريجن دي نكبرها، نعمل عليها زي فوكس ونشوف التفاصيل بتاعتها، والجزء الباقي بقى نعمله زي كأنه في الباك جراوند كده، هنشوف عليها أمثلة قدام برضه. وده مثال هنا على الإيلايد، في بنشوف هنا زي كأنها تري. التري دي مش هنعرف طبعا إن احنا نشوف المحتويات بتاعتها كلها أو إن احنا نجيب تفاصيل كل حاجة، فهيبقى عندنا بعض الأيتيمز dynamically filtered out، إن احنا مش هنعرف نعمل لها اصلا فيجواليزيشن. في بعضهم اتعمل لهم اجريجيشن زي دول كده معظمهم. في ايتمز شفنا التفاصيل بتاعتها زي هنا الورلد، فبيبان هنا مثلا عندي التوب بتاع التري، تحتي في كذا ايتم. فمثلا عملت هنا الفلترنج، شفت هنا التفاصيل بتاعتها، الباقيين عملت لهم اجريجيشن، انا مش هعرف ابينهم، فعملت مثلا هنا اجريجيشن للانفورميشن اللي تحتها كلها. فمثلا المثلث لو كبير فبيدل ان المعلومات اللي موجوده في الايتم ده كتير جدا. لو هنا مثلا لو المثلث صغير فبيدل ان المعلومات او التفاصيل اللي في الايتم ده صغيره. فهو ده هنا اللي يعتبر الاجريجيشن اللي بيحصل. ده مثال تاني على الديستورت جيومتري. هنا الشيب، احنا اتفقنا ان احنا بنعمل شيب او ريجن معينه بنعمل لها، بنشوف التفاصيل بتاعتها اللي هي الكونتكست وبنعمل عليها فوكس. هنا الشيب راديال، وعملنا فوكس على سنجل كونتكست، حددنا منطقه لوحدها او سنجل ريجن عملنا عليها الفوكس بتاعنا. و دراجبل لينس دي ان احنا مثلا لو في انتر اكشن في البلوت بتاعنا ده ممكن ان احنا نبدل الريجن دي مثلا، لو هي انتر اكشن نحدد بقى اي نقطة او اي ريجن معينة نعمل عليها نفس الكلام اللي هو نعمل ال distorted geometry دي ونشوف التفاصيل بتاعتها. هنا ده برضو مثال تاني على نفس الموضوع، هو نفس الايديوم اللي هو الفيش اي لينس. مثال برضو على ال distorted geometry، بس هنا في شوية interaction نشوف مع بعض، اللي هو ده اللي كنت بكلمكم عليه، ان احنا هنا مثلا محددين ال context ده او ال region دي، فبنشوف التفاصيل بتاعتها. لو رحنا اي جزء تاني نبدأ يبقى فيه موضوع interaction كده، وبنشوف كل جزء بالتفاصيل بتاعته. وهنا ده مثال برضو تاني على ال distort geometry، بس هنا المرة دي ال shape او ال region هتبقى rectilinear. ان هنا انا عندي مثلا الديندوجرام ده او التري دي، فبختار هنا مثلا ده كده الاساسي عندي، بس انا عايز اشوف او اعمل زوم اكتر على جزء معين، فبكبر هنا الجزء ده. عملت هنا شفت الديتيلز بتاعته وعرفت اقرا الكلام، انما هنا ما كنتش عارف اقرا حاجه. هو طبعا ولا هنا ولا هنا عارف اقرا حاجه، بس التفاصيل بتبان اكتر لما بنعمل زوم، فبان هنا الزوم، والجزء الباقي كله اتعمل له زي سكويش، او ان هو اتعمل له شرينك بقى صغير صغير جدا، والجزء اللي انا عايزه اتعمل له ستريتش. فهو ده الميتافور بتاع التكنيك اللي احنا استخدمناه. بالنسبة للديستورشن فهو بيبقى ليه مميزات وليه تكلفة، يعني انت تستخدم المميزات بتاعته، فبيبقى على الجانب الاخر بيبقى فيه تكلفة للموضوع ده. المميزات بتاعته ان احنا بنعمل دمج ما بين ان انت بتعمل فوكس وبتجيب الكونتكست كله، مش بتضطر كله في سنجل فيو، مش بتضطر ان انت تكون عامل مثلا كذا فيو علشان تتنقل ما بينهم عشان تشوف الداتا بتاعتك، لا هو كله بيبقى في سنجل فيو بس، وانت بتعمل فوكس وتشوف الكونتكست بتاعك. التكلفة بقى اللي بتبقى على الموضوع ده ان ما بيبقاش اللينس ما بيبقاش هو الاصلي او اللينس الطبيعي بتاع الحاجة، احنا بنكبره، فمش هنعرف او مش بنعرف نقارن ما بين اللينس بتاع كل نتورك مثلا او اي حاجه متوصله، مش بنعرف نقارن ما بينها وما بين الحاجات اللي بره الفوكس بتاعنا، لان الاطوال ما بتبقاش كلها يعني يونيفورم، بتبقى مختلفه. تاني حاجه ان الايفكت بتاع الديستورشن مش بيبقى واضح لو الاوريجينال ستراكشر مش مألوف لينا. زي مثال في المابس، كان في الكارتوجرامز كانت المابس احنا عارفين شكل الماب، فبنستخدم الكارتوجرام عشان احنا عارفين شكل الماب، فلما شكلها يتغير هنعرف نريليت للاصل بتاعها.
انما هنا في النتورك احنا مش عارفين الشكل الاصلي بتاعها، فمش بنعرف نريليت قوي للاصل بتاعه، فهي دي تاني مشكلة فيها. تالت مشكلة ان احنا مش بنعرف نتراك جزء معين او نتورك معينة، مثلا مش بنعرف نعمل لها تراك مثلا كل الاجزاء داخلة في بعض او متماسكة في بعض. فمثلا انا لو ما عملتش ديستورشن في الريجن دي، مثلا رحت ريجن تانية بعد كده عايز اعمل او اجيب النود مثلا او الحاجة اللي انا كنت واقف عليها، ممكن ما اعرفش اوصل لها تاني. فجاء في زي تو مودلز كده بيعملوا حل للموضوع ده، ان هم بيعملوا عزل للباك جراوند. لما احدد مثلا زي نتورك معينة كده لوحدها احددها، فبيعمل لي عزل للباك جراوند. مثالين دول اللي هو النيبرهود ليرنج والبرينج اند جو، الاتنين دول حل للمشاكل اللي هي اخر مشكلة، اللي هي ان احنا مش بنعرف نتراك للامبيرد او في ضعف في التراكينج. فجي التو ميثودز دول علشان يحلوا الموضوع اكتر. وبس كده يعتبر دي كانت اخر محاضرة في الجزء بتاع هاو، بس يعتبر المحاضرة الاخيرة اللي هي بتاعت النتورك ملهاش علاقة بالتقسيمة بتاعت هاو ووات والموضوع ده، ليها بس تقسيمة علاقة بتقسيمة نوع الداتا بس.